أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أهمية تطوير منظومة العمل في وزارة شؤون الشباب والرياضة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة من العمل المؤسسي والرامي إلى الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية على أن يكون العمل المؤسسي الجديد للوزارة قائم على مبادئ البيئة التنافسية العادلة المفتوحة وتطبيقه على الجميع دون استثناء وذلك بهدف بناء منظومة رياضية أساسها العدالة بين جميع مكونات الحركة الشبابية والرياضية. جاء ذلك خلال الترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للاجتماع الأول من نوعه مع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والذي قدم لسموه أعضاء فريق وزارة شؤون الشباب والرياضة والمسؤولين بالوزارة. أثناء اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أهمية العمل الجاد والمخلص في سبيل أن تكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة من خلال تقديم استراتيجية متكاملة للوزارة ورفعها للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقال سموه: المرحلة المقبلة مهمة جدا في تاريخ الرياضة البحرينية، فهي تمثل نقلة نوعية في مسيرتها باعتبارها تتجه إلى الإيجابية في العمل وإعطاء كل ذي حق حقه وفقا لمبادئ مهمة وهي البيئة التنافسية العادلة المفتوحة، وصولا إلى أن تكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة، الأمر الذي يسلط الضوء على منجزات البحرين وحضاراتها التنموية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: فريق وزارة شؤون الشباب والرياضة يجب أن يكون مثالا يحتذى به بين مختلف وزارات ومؤسسات المملكة من خلال العمل الجاد والمخلص في سبيل الارتقاء بالرياضة البحرينية وتنفيذ الرؤية الجديدة للرياضة البحرينية التي تعتزم أن تكون الرياضة صناعة. ولا بد لنا من أن نشكر القطاع الرياضي والجماهير في مختلف الخطوات التي تقوم بها بالإضافة إلى التركيز على الفرص المقبلة والتي تتيح لنا المسير بكل ثقة نحو ما نصب إليه من تطور للرياضة البحرينية. أضاف سموه في شأن قمة الرياضة: ندرك أهمية الحراك الرياضي الذي شهدته الحركة الرياضية البحرينية على مدار 5 أيام من العمل والنقاشات في قمة الرياضة، والتي شهدت حضورا واسعا من قبل الأسرة الرياضية التي انتصر لمسؤولياتها والتزمت بمهامها الوطنية تجاه المشاركة الحقيقية في صناعة القرار وصياغة مستقبل واعد للرياضة البحرينية مبنية على حقائق واقعية وتوصيات حقيقية ستشكل خريطة طريق يوصل الرياضة في المملكة إلى التطور المنشود من قبل الجميع. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: رؤيتنا واضحة تجاه الرياضة البحرينية من خلال إشراك القطاع الرياضي إشراكا حقيقيا في صناعة القرار باعتبارهم الأقدر على توصيف المرحلة الحالية والمستقبلية للعمل الرياضي في المملكة، بالإضافة إلى الاستماع إلى الهموم والتحديات التي تواجه العمل الرياضي وتقديم مبادرات وأفكار جديدة تسهم في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة القطاع الرياضي البحريني وتنفيذ رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بالرياضة البحرينية بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وفكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: نسعى دائما إلى تقديم المبادرات النوعية والمبنية على حقائق الواقع الذي تعيشه الرياضة البحرينية والمرتكزة على الأسس التي وضعناها في البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابة، والذي نعتبره المحرك الأساسي والاستراتيجية المقبلة للحركة الرياضية في المملكة، ودائما ما نعمل على تحقيق المبادئ التي حددتها استجابة بقلب رجل واحد وروح الفريق المتحد الذي يرى أن تطوير الرياضة البحرينية ضرورة ملحة لإبراز الوجه الحضاري عن البحرين وشبابها المتعطش لتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة.